شو هاد؟ سيناريو. هلأ قعدتي طول الوقت وعن جد كتبتي سيناريو من 90 صفحة وخلصتي؟ يعني ما فيني أكتب؟ ورجينيا. لك لا. يعني ليش لا؟ ما بصير إني أقرأ؟ لا، مو هلأ. طيب ماشي. أصلاً ما بظن إنه رح يعجب حدا هالسيناريو. شو اللي مرسوم عليه؟ أكيد صورة مكنسة الكهرباء. جان، بتعرف شو؟ اليوم هو اليوم المهم يلي أنا ناطرته. عن جد؟ يعني شو كنتي ناطرة؟ إنه تخلصي من السيناريو وتاخدي النتيجة وبعدين شو؟ لا مو هيك. أكيد رح تعرف. المسا حاول تستناني هون، لما أرجع رح أقلك. بخاطرك. بكم تغيير صغير كتير صار السيناريو خارج فيلم كتير حلو. بالمختصر اشتغلتي شغل منيح، وهذا هو بالضبط اللي كنا عم ندور عليه. عن جد؟ انت عن جد عم تحكي؟ ايه؟ ما عم تمزح؟ طبعا. مانك عم تجاملني يعني؟ بالشغل انا ما بجامل مراد. لو انت ما امنت بموهبتي ولو ما وقفت جنبي وشجعتني ما كنت رح انجح ابدا. شكرا كتير لك. أنا يلي بدي أتشكرك لأنك اشتغلتي هالشغل الرائع هاد بهالفترة القصيرة هاي. معناتها شو رأيك نطلع نتعشى على شرف أول سيناريو ناجح إلنا مع بعض؟ موافقة؟ موافقة. يلا. ما عندك مخططات تانية اليوم؟ لا، بس اليوم مهم ومشغولة بقصة. ليش يوم مهم؟ هذا سري وبحب ضل مخبيته. طيب إذا بتحبي من أجل الطلعة. لا منروح، ما في مشكلة. Thank you.
أي فتون؟ جاي فوراً على البيت؟ أنا ماني جاي فوراً، رح أتأخر لأرجع، فيك تتعشى لحالك. مستحيل، ما بقبل تتعشي برا، بترجعي على البيت هلأ. ليك إذا عملتي هيك رح أضلني عم بستناكي على لحم بطني لحتى ترجعي. أنا اليوم بدي حاكيك بموضوع كتير مهم. بشوفك، مع السلامة. لما بتكون الأجواء هيك بقول لحالي أنا شو لازم أعمل لحتى أكسر هذا الصمت شوي. لا تاكلي هم بنوب، أنا مثل ما بحب حكيك بحب سكوتك كمان. فيني حزرك حزورة مراد؟ حزورة؟ طيب رح أقولها. عنا سلة قديمة حطي فيها 100 بيضة، وقعوا الستة اللي تحت قديش صفي؟ 94. لا ما ضل أبدا لأنه سفل السلة راح. بتضحك ما هيك؟ يعني بتضحك شوي ماشي حالك. يعني بتضحك شوي بالنهاية، ما ضحكته لجان. صراحة أنا إلي فترة طويلة كتير متضايق ومزعوج. ليش؟ بسببك أنت. مرة قلت له لجان شو فيك تعمل كرمال رفيف؟ شو فيك تعمل كرمال علاقتكن؟ ما بيصير تضل هيك وما تعمل أي شيء. والحقيقة هذا الشيء اللي عم يصير معي فتون. ما عم ساوي شيء كرمالك. لا مراد ما تقول هيك. ليك عم نطلع سوا وعم ناكل وبتجيب لي ورد وبتضحك على نكتي مع أنهم قديمين وما بيضحكوا. يعني قصدك تقولي ضل مثل ما أنا؟ يعني مثلاً حاول تضحك أكثر شوي على نكتي. ما بوعدك بهالشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.